أنا قلت لك إني اشتقت لك كتير. قولي على الفقير وعيشته. إني عايشين بالفقر والتأثير. العمى بقلب هالحياة شو بتسوي؟ وهو بزنس مان، سفر وسياحة وأوتيلات. 20 سنة ما سمع عنه شيء. يشوف إياد قبل ما أموت. الله يخليك تعال شوفها بسرعة. ما بدي شوفه. مش إياد اللي بيدير ظهره إذا في أي حدا عايزه. هلا تذكرت أمك؟ يا ريت بقبعي. هلا تذكرت عيلتك؟ يا ريت ما واجههم. معقولة بهالسهولة تنسى عيلتك ولحمك ودمك؟ أنت وزينة وبس عيلتي. ويا ريت هي كمان ما رجعت للماضي. أنت لك أنت مجنون؟ يا ريت قصة حب عاصفة. أنا ما بدي ريت إلا منك. عايز تتجوزي؟ علاقات سرية. أنت ما فيك تكون إلا صديقي وبس. خلاص بسام خلاص. خيانة. مين قال لك؟ شو فكرك يعني إنه أنا مثلا ما بحس فيك؟ وصراع الفقر والمال غصب عنه بده يساعدنا. يا ريت طيلة شهر رمضان المبارك على الام تي في.